دلوقتي ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، واللي منها افتتاح المسجد الكبير بمحافظة اسكندرية بعد صيانته وتطويره. والنهاردة كمان إدارة المرور هتغلق طريق المريوطية بالكامل عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري لمدة 10 أيام، وده لتركيب الكمر الخرساني لجسم الطريق الدائري. كمان في مباريات مهمة في الدوريات الإسباني والألماني وكمان الدوري الإيطالي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المسجد الكبير بمحافظة الإسكندرية بعد صيانته وتطويره، وده في إطار عناية الأوقاف ببيوت الله. وكمان النهاردة هتفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجد، منهم 17 مسجد جديد وخمس مساجد صيانة وتأهيل. النهاردة إدارة المرور هتغلق طريق المريوطية بالكامل عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين بالتناوب لمدة 10 أيام، وده لتركيب الكمر الخرساني لجسم الطريق الدائري ضمن أعمال التوسعة مع تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. النهاردة وفي إطار مهرجان متحف قصر المانيا للموسيقى العالمية، هتقام أمسية إسبانية في الساعة 8 بالليل في حديقة قصر الأمير عباس حلمي. لعشاء الكرة الألمانية موعدهم النهاردة مع المباراة الافتتاحية للجولة 13 من عمر المسابقة، واللي بتجمع بروسيا مونشنغلادباخ مع شتوتغارت الساعة 9:30. في الدوري الأسباني النهاردة المباراة الافتتاحية للجولة 13 من عمر المسابقة، واللي بتجمع ما بين جيرونا وأتلتيك بيلباو الساعة 10. وفي الدوري الإيطالي هتكون المباراة الافتتاحية للجولة 13 من عمر المسابقة بين أودينزي وليتشي الساعة 10 إلا ربع بالليل.